القرفة القرفة يا رشا، انت بتكلمي جد؟ اه والله وحياة امي، اول مرة ياخدك وتخرجوا انتوا الاتنين لوحدكم اخدك القرفة؟ لا بس خدني بعدها على الغدا، خدني على الغدا وبعدين رحنا حتة بس الزمالك. بس 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 انت بتكلمي عادي كده اكنه اخدك النادي مثلا. ما هو كان عايز يعرفني على جميلة. جميلة مين؟ المرحومة؟ يا نهار اسود. على فكرة أنا عارفة إن هو ابن عمتي من أول يوم أنا اتولدت، بس أنا أول مرة أعرف إن هو مختل عقلياً. نادية بلاش قلة أدب، هو مش مختل عقلياً ولا حاجة، وأنا فاهمة تماماً هو ليه بيعمل كده. ما هو لو أنتِ فاهمة يبقى أنتِ أصلاً مش طبيعية. بدل بقى دراسة علم النفس اللي أنتِ بتعمليها دي، روحي عالجي نفسك. وأصلاً كده كده جواز القرايب ده غلط على الخلفة، ده مع الناس اللي في كامل قوامهم العقلية، شحال أنتوا بقى اتنين مهابيل هتجيبوا لي إن شاء الله. بصي يا حبيبتي، الناس لما تدخل علاقة يعني بيتعرفوا على بعض، بيحبوا بعض، بيبقوا عايزين يقربوا من بعض اكتر ويفهموا بعض اكتر، كل واحد بيبقى عايز ياخد التاني لدنيته، فاهمه يعني؟ يا حته القرفه دي بيروحوها وهم خارجين من الدنيا مش وهم بيدخلوها. انت درست علم نفس؟ يبقى اسكتي. انا فاهمه تماما ياسين بيمر بايه نفسيا وذهنيا. الراجل لسه ما فاقش من صدمه موت مراته، ده كان بيحبها بجد، فجاه لقى نفسه مشدود لواحده تانيه وعنده ليها مشاعر، يعمل ايه؟ الراجل اتلخبط. اكيد هو دلوقتي علشان هو شخصيه مثاليه حاسس بالذنب، حاسس ان هو بيخون جميله. بيخون جميله ايه؟ جميله دي في دنيا تانية اصلا. رشا الكلام اللي انت بتقوليه ده كله كليتش على فكره. يعني ايه كليتش؟ يعني لو انا بحب واحد وهو بيحبني واول مره ياخدني ونخرج مع بعض لوحدينا ياخدني القرافه، يبقى تاني خروجه ان شاء الله على مستشفى المجانين. السلام عليكم. اهلا، ازيك؟ تمام. هي معلش سبتش. لا اصل الصراحه انا المره دي سمعتكم وانتم بتتكلموا فقلت اجي علشان اديكم دول. ايه دول؟ دي الدعاوي بتاعه افتتاح المسرحيه اللي انا بمثل فيها. ايه ده بجد؟ طب الف مبروك. الله يبارك فيك. فيها دور كبير؟ الحقيقه احنا اول ما بدانا البروفات كان دور صغير قوي، بس المخرج فضل يكبر فيه لحد ما بقى مش بطال. طب هايل. بس مش البطل يعني، بس هو كبداية الحمد لله مبسوط بيها قوي. كويس قوي. هو هترقص فيها؟ طب يرقص رقص يا رشا هايل. لازم تيجوا علشان ده يفرق معايا بجد. واحنا هنيجي بجد طبعا. هنيجي يا صفوت ولا نقول خالد؟ لا لا لا، خالد ايه؟ خالد دي بتاعت الغرب، انما احنا بقينا اهل. انا اسف يعني. لازم تمسك نفسك. ها لازم تتأسف على ايه؟ احنا فعلا اهل. ماشي هستناكم بعد اذنكم. اتفضل. انت بقى شفتي رقصه فين يا اختي؟ انا رقصت معاه كمان، ما شفتهوش بس رشا عليه رقص حسيت ان هي ممكن تبقى احلى رقصه في حياتي.